أما بعد عباد الله، فالله تعالى يقول: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فكيف نكون من أولئك العباد الذين يبشرهم الله سبحانه وتعالى؟ الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كيف نكون ممن يستمع القول فيفهمه الفهم الأحسن ويطبقه التطبيق الأحسن؟ وكيف نكون من ثم ممن هداهم الله سبحانه وتعالى ونكون عندئذ ممن لهم البشرى إذ دخلنا في حيز عبوديتنا لله سبحانه؟ لأجل هذا نعيش مع القرآن، لأجل هذا يجب أن نحيا بالقرآن وللقرآن، وأن نتحدث طويلا كيف نتفاعل مع القرآن وماذا فعل القرآن بنا. والكلمات في الواقع تعجز عن أن تنقل إلى القلوب أو إلى الأسماع ما هي هذه الحقائق الإيمانية التي ينبغي أن تتجلى في القلوب وتنعكس في السلوك والتصورات تفاعلا مع القرآن العظيم. صاحب في ظلال القرآن وقد عاش سنوات طويلة مع القرآن العظيم وقدم روحه في سبيل الله، نحسبه ولا نزكي على الله أحدا لأجل القرآن العظيم، ربما يعيش معنا هذه المشاعر. أتستطيع الكلمات أن تصل إلى القلوب يا ترى لتحاول أن ترتقي بها؟ كيف نتفاعل مع القرآن ونحيا مع القرآن عندما يقول رحمه الله: الحياة في ظلال القرآن نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها، نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه. عشت أسمع كلام الله سبحانه يتحدث إلي بهذا القرآن: أنا العبد القليل الصغير. أي تكريم لهذا الإنسان، التكريم العلوي الجليل، أي رفعة يرفعها هذا التنزيل. عشت في ظلال القرآن هادئ النفس مطمئن السريرة قرير العين. عشت في ظلال القرآن أسمو فوق الدنيا وسفاسفها وفوق الجاهلية واهتماماتها إلى غير ذلك. لا شك أن أعظم من تجلى القرآن في قلبه محمد صلى الله عليه وسلم، ولنا أن نأخذ مواقف من سيرته أو من سيرة أصحابه الذين تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف فهموا القرآن وكيف عاشوا مع القرآن وللقرآن وبالقرآن؟ ونحن نعلم آثارهم، ها هي قبورهم شاهدة، إنها في كل مكان في أصقاع أو في كثير من أصقاع العالم الإسلامي. ما الذي أخرجهم من بلادهم؟ ما الذي جعلهم يقومون بكل هذه التضحيات إخلاصا وفداء وجهادا في سبيل الله لنشر كلمة الحق؟ لولا تفاعلهم بهذا الحق وبهذا القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن مسعود، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد
الذي هو عبد الله ابن مسعود، ماذا فعل القرآن لعبد الله ابن مسعود وقد رفعه هذه الرفعة بعد أن كان لا شيئا لا يذكر في الجاهلية؟ يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأ علي القرآن. قال: عليك أقرأ وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيره، فيقرأ من سورة النساء حتى إذا وصل قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول عليه الصلاة والسلام: حسبك. يقول ابن مسعود: فنظرت فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. بأبي وأمي أنت يا رسول الله؟ ما الذي أذرف عينيك؟ استشعارك لهذا المقام العظيم الذي أنزلك الله إياه وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أم بماذا ستشهد على الأمم يا رسول الله؟ ماذا سيشهد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال له ربه: إنا سنرضيك في أمتك، إنا لن نسوءك في أمتك. وقطعا هذا الحال لا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو كانت الأمة تفاعلت مع القرآن ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون هذا الحال. يتفاعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن. عمر أنه يسمع آية أو آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى أو يتلو هذه الآيات: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. تقول بعض الروايات إنه شهق شهقة أمرضته 20 يوما، بمجرد أنه فقه تفاعل مع قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. أبو الدرداء وأم الدرداء يتدارسون كتاب الله تعالى، كان من واجبات أو مما يقومون به كيف تجتمع الأسرة على كتاب الله وتدارس كتاب الله، فيمرون بقوله تعالى: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. من يطيق هذا؟ ولماذا هذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. إذا من آمن بالله العظيم لا بد أن يظهر أثر ذلك في سلوكه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. يقول أبو الدرداء لأم الدرداء: قد أنقذنا أنفسنا من نصف جهنم بالإيمان العظيم، فلننقذ أنفسنا من نصفها الآخر بالحض على طعام المسكين. يتدبرون الآيات لا يمرون عليها هكذا. ماذا عن تفاعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن؟ وماذا عن دقة محاسبتهم لأنفسهم وتدبرهم في آيات القرآن، وأن كل كلمة مراد منها أن تكون منهج حياة في حياتهم؟ فنزلت الآيات: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. وقفوا عند قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. رجع كل واحد منهم إلى نفسه. إذا أخفينا ما بأنفسنا، والإنسان ترد على نفسه الخواطر الكثيرة التي لا يحب أن يتكلم بها، والتي ربما لا يريدها ولا يؤمن بها، ولكنها خواطر قد ترد على النفس. أيحاسب أحدنا؟ هكذا فهموا للوهلة الأولى. أيحاسب أحدنا حتى فيما يخفيه؟ فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسوا على الركب: يا رسول الله، قد كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة، الصيام، الجهاد، الصدقة، ولكنه قد أنزلت هذه الآية: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أو إنا محاسبون فيما نخفيه إن لا نطيق.
قطعا ليس الاعتراض على كتاب الله، قطعا ليس الرفض لما أنزل الله، ولكنها دقة المحاسبة لأنفسهم ومعرفة بأحوالهم وصدقا مع أنفسهم وصدقا مع الله سبحانه وتعالى، أيطيقون ذلك أو لا يطيقون، وهم الأحرص أن يطبقوا كل كلمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تكونوا أو أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال: فاقترأها القوم، أي رددوها، وذلت بها ألسنتهم. انظروا ماذا أنزل الله ثناء عليهم، وماذا أنزل الله ببركة استجابتهم، بيانا وليس نسخا كما يزعم بعض. ماذا أنزل الله ثناء عليهم وبيانا لما ينبغي أن يكونوا عليهم، وماذا يراد من هذه الآية الكريمة ببركة استجابتهم لله وللرسول. فأنزل الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن هذا ثناء عظيم من الله سبحانه على أصحاب رسول الله وكل من تحقق بهذه الحقائق، أن ذلت بها ألسنتهم وأن اقترأوها وأن قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم كان من بركات ذلك كله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآيات الكريمة. في هذا يتفاعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع القرآن العظيم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. هل فكرنا ما معنى هذا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا مقام الأبرار، لن تكونوا عند الله ممن ينزلكم الله منزلة الأبرار. ومن هم الأبرار؟ لا شك مرت آيات على قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثهم من الأبرار، وهم الأحرص على أن يكونوا من هؤلاء الأبرار. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وبذلك فليتنافس المتنافسون. هؤلاء الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجه كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، إلى آخر هذه الآيات. وعدها قلوب أصحاب رسول الله. ما أعظم هذا المقام، أن تكون من الأبرار. ثم تأتي هذه الآية العظيمة: لن تنالوا البر، لن تنالوه بكلام، لن تنالوه بادعاء. هنالك علامة مميزة لأولئك الذين تحققوا بحقيقة الأبرار: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إذن وعد قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فيبحث عمر في بيته ما أحب شيء إليه ينفقه في سبيل الله ليكون متحققا بهذه الآية. ويأتي أبو طلحة الأنصاري يقول: يا رسول الله، أحب مالي إلي بيرحاء، أرض مقابلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أحب أمواله إليه. قال: إني أجعلها صدقة لله أرجو برها وذخرها وأجرها، إلى غير ذلك. حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما بخ بخ مال رابح. يقول: قد سمعت قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء. تفاعلت قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع آيات القرآن العظيم في كل اتجاه، في الجهاد، في النفقة، في الصدقة، في التعامل مع الآخرين، في العفو والصفح.
عندما يكون عمر جالسا وكان أميرا للمؤمنين ويأتيه بعض الأعراب يقول إنك لا تعطي الجزل، لا تعطي كثيرا ولا تحكم بالعدل، ويغضب عمر لأن هذا ما يخالف الحقيقة، إنه ظلم من القول، فيهم به كما تقول الرواية. لكن الحر بن قيس وكان جالسا قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال فوالله ما جاوزها عمر، وكان تاليا لكتاب الله وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. تصور هذا إنسان يشتم يقذف يعتدى عليه أمير المؤمنين وفي حالة ربما من الغضب، بمجرد أن يذكر تذكير خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فإذا هو وقاف عند حدود الله عند آيات الله سبحانه. أغرب من ذلك، أعز شيء على الإنسان بعد إيمانه عرضه، وأن يساء إليك في عرضك سورا وبهتانا وظلما لا يحتمل. وكان ما كان من حادثة الإفك في حق السيدة عائشة رضي الله عنها، وتصوروا أن يقع في السيدة عائشة ظلما وإفكا مصطح. من هو مصطح؟ الذي هو ابن خالة أبي بكر الصديق، والذي كان فقيرا ينفق عليه أبو بكر ويحسن إليه. إذا بهذا الرجل يسيء إلى من أحسن إليه، إلى أبي بكر الصديق، وفي حق من؟ السيدة عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر انتصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس انتصارا لنفسه، انتصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تحقق وهم يعلمون ذلك قبلا إنهم أهل الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، انتصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يفعل شيئا، فقط يقطع هذه الصلة وهذه النفقة في حق مصطح. ماذا نزل في ذلك من آيات؟ ولا يأتلي، لا يحلف أو لا يمتنع أو لا يقصر، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، ألا تحبون، وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ما تردد لحظة أبو بكر الصديق وهو يقول بل نحب أن يعفو ربنا عنا وأن يصفح عنا، ألا وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فيعود إلى صلته ويقول لا والله لا أقطعها أبدا، تفاعلا مع كتاب الله، تحقيقا لقوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لذلك السيدة عائشة تقول هذه الآية والكاظمين الغيظ ما تركت لأحد شفاء. ماذا ما تركت لأحد شفاء؟ يعني لا يمكن أن يستشفي لنفسه، لا يمكن أن ينتصر لنفسه، لا يمكن أن يؤاخذ غيره، لا يمكن أن يحاسب غيره. يكظم أبو بكر، يعفو أبو بكر، يحسن أبو بكر، ولكن لا يمن أبو بكر، لا يباهي بذلك أبو بكر، لا يجرح أبو بكر مشاعره فيأتي فيقول له أنا عفوت عنك، لا يأتي فيقول له أنا كظمت غيظي عنك، لا يأتي فيقول له أنا أحسنت إليك. هذا ليس إحسان، هذا ظلم جديد أخطر، أشد جرحا في النفس من أي إيذاء آخر. لذلك ربنا يقول لا تمنن تستكثر، والله تعالى يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإذا يفعل هذا الكظم للغيظ لله، ويعفو طلبا لرحمة الله وعفو الله ومغفرة الله، ويحسن امتثالا لأمر الله وطلبا للارتقاء في العبودية عند الله سبحانه وتعالى. ماذا تريد أن تقف مع مواقف إيمانية؟ كيف كانت الاستجابة لله وللرسول؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أتريد أن نذكر يوم أحد المسلمون في جراحاتهم الشديدة؟
المسلمون فقدوا 70 شهيدا، بعض المسلمين لا يكاد يستطيع الحراك من شدة الجراح فيه، أشيع ما أشيع من مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويندبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من جديد إلى الخروج. لا بد أن نتابع جيش العدو. يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان ندم كيف أوقف المعركة، إنه لم يستطع أن يحقق شيئا من أهدافه، فقال إذن لا بد أن نعود إلى المدينة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ ماذا يفكر أبو سفيان في هذه اللحظة، فندب جميع من كان في أحد بما فيهم أصحاب الجراحات بجراحاتهم قائلا: لا يتخلف عنا أحد ممن كان في أحد. يخرجون بجراحاتهم، ربما بعضهم يحمل حملا ليتابعوا جيش المشركين. بالتأكيد لما علم أبو سفيان من ذلك وجاءته الأخبار من بعضهم: إني رأيت في أعينهم الموت، ينزل الله الرعب في قلوب أبي سفيان بهذه الاستجابة. الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح، القرح وصف رب العالمين، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما أعظم هذه الاستجابة، أن كل جريح قبل الصحيح يخرج استجابة لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد. ذلك بعض تفاعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن العظيم، مع أوامر الله سبحانه، مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتينا الآيات أحيانا، تأتينا أحكام من هنا وهنالك. أول ما يبادر البعض: كيف يستطيع أن يثبت أن هذا الحكم غير صحيح؟ كيف يستطيع أن يثبت أن هذا الحكم ليس هو مراد الله سبحانه وتعالى؟ كيف يتخلص من مسؤولية أمر الله سبحانه وتعالى؟ طبعا في قضايا كثيرة، في الولاء والبراء، في تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، في أحكام كبيرة أو صغيرة. لنأخذ نموذج أو نموذجين لعلي أختم بهما. عندما نزلت آيات الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. كيف كانت استجابة النساء، نساء المؤمنين، لأمر الله سبحانه وتعالى؟ تصف ذلك أم سلمة وفي رواية أخرى السيدة عائشة رضي الله عنهم جميعا تقول: خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، عليهن أكسية سود يلبسنها. بمجرد ما سمعوا أن آية نزلت في كتاب الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ما واحدة منهن تخلفت عن هذا الحكم، هذا الأمر. ما واحدة جاءت تسأل: يا ترى إذا كان اللباس ضيق قليلا يجوز أو لا يجوز؟ إذا لبسنا البنطال وفوق البنطال شيء من القميص الطويل الذي يصل إلى نصف الساق يجوز أو لا يجوز؟ غطاء الوجه داخل في هذا الحكم أو ليس داخلا في هذا الحكم؟ أينبغي أن يكون لون غطاء الرأس أسود أو يجوز أن يكون أبيض؟ أيجوز أن تخرج هذه المرأة وقد وضعت على وجهها شيئا من الزينة أو لا يجوز؟ طبعا ها هنا تجد عشرات الأسئلة التي تخرج أمامك وأنت تحاول أن تدعو المجتمع بأمر الله وليس لأمر خاص. كيف نكون مجتمع الطهر والعفة والفضيلة على نحو ما أمر الله سبحانه وتعالى، وإذا بها تصف أم سلمة ومثل ذلك السيدة عائشة تقول: ما رأيت مثل نساء الأنصار. لما نزل قوله تعالى هذا: وقد خرجنا وعليهن أكسية سود كأنهن الغربان،
أي من دقة السرعة، من سرعة الامتثال ودقة الامتثال والاستجابة لأمر الله تفاعلا مع كتاب الله. الخمر كان بالنسبة للعرب وللناس عامة في ذلك الوقت شيء قد تعلقت به النفوس، حتى احتاج الأمر أن يتدرج في أمره. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع الناس، فيقول عمر يا رب بين لنا بيانا شافيا في الخمر، فيقول سبحانه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فيقول عمر يا رب بين لنا بيانا شافيا في الخمر، حتى إذا ما نزل قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ماذا كانت النتيجة؟ انتهينا لا نعلم بعد ذلك واحدا من المسلمين علنا شرب خمرا، بل وتسير سكك المدينة بالخمر استجابة لأمر إلهي في أمر تعلقت به النفوس واعتادت عليه جدا. تفاعل، تحقق، ارتقاء بهذا القرآن العظيم، فقهوا معنى أن يكونوا مع القرآن. لذلك عمر يلخص لنا هذه الحقيقة عندما جاء فاتحا بيت المقدس فخطب فقال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام وهدانا بالقرآن ورحمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. لو الأمة استشعرت هالثلاث معاني، أعزنا بالإسلام، هدانا بالقرآن، رحمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كيف يكون تفاعلها مع الإسلام والقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ فيصور ماذا كانت الثمار عمر رضي الله عنه، فيقول فهدانا الله به من الضلالة وجمع به أشتاتنا وألف بين قلوبنا ونصرنا على عدونا ومكن لنا في البلاد وجعلنا به إخوانا. ألا نريد أن نكون إخوانا في الله متحابين؟ ألا نريد أن تجتمع الكلمة، يتوحد الصف، تأتلف القلوب، تعز الأمة، نخرج من كل ألوان الضلالات، نمكن لنا في البلاد؟ هي هذا هو الطريق، فهمه فقهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، هدانا بالقرآن، رحمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن يقول وإياكم والمعاصي وكفر النعم. لا تجحدوا نعمة الله، قوموا بحق النعم، إياكم والمعاصي، فإنه قل قوم كفروا النعمة ولم ينزعوا إلى التوبة إلا سلبهم الله عزهم وسلط عليهم عدوهم. قل قوم كفروا بالنعمة أو وقعوا في المعاصي وكفروا بالنعمة ولم ينزعوا إلى توبة واستغفار إلا سلبهم الله عزهم ومكن أو وسلط عليهم عدوهم بعض تفاعلهم مع كتاب الله. ويبقى السؤال قائما، كيف نتفاعل مع القرآن العظيم؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.